أما هلا بدنا نوصل لنحكي عن الطفولة. ليا الطفل بطبيعته هو كائن اجتماعي يحتاج للاندماج بجماعات تضمن له النجاح مع علاقات مع أقران بيتقاربوا بالعمر الزمني معه وتجمعهم ذات الاهتمامات والميول والأهداف المشتركة. وهي الجماعات اللي بدها تقترن فيها هي الأطفال مع بعض أو الطفولة مع بعض كمان لها تأثير خاص على سلوك الطفل وانضباطه الداخلي والخارجي. بعض الأحيان لا يقل تأثيره عن دور المؤسسات التربوية مثل الأسرة، المعلم، المدرسة بحد ذاتها. فما هي أهمية كيفية اختيار الصديق خاصة للأطفال؟ شو هي البيئة المناسبة لخوض الطفل التجربة الصحيحة؟ كل هالمعلومات اليوم وهالتفاصيل اللي حنعرفها أكيد مع ريما جحجاح. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير ما صباح شاء الأخبار. الله يسعده. هلا حبيبتي، صباحك يا رب. يعني دائما عند دخول الطفل شب صغير خلينا نقول عشان ما يزعلوا الى الحياه الاجتماعيه، منهم بيكون شوي مغلق ومنهم شوي بيكون شو بيقولوا منفتح على الاخير، اجتماعي زياده عن اللزوم. اليوم خلينا نحكي كيف بدنا نهيئ الطفل ليكون اجتماعي لحتى يتقبل الاخر، لحتى تكون في سهوله باندماجه مع الاطفال الصغار. مثل العاده بنرمي هالحمل على كاهل الاسره. الاسره هي البيئه الاولى واللي بتاسس لكل المراحل القادمه لبعدين. الام والاب، الأخوة في حال كانوا موجودين، في حال في كان في طفل وحيد، القرايبين، أولاد الأقران القريبين منهم، هدول كلهم هني بيكونوا المحفز لتكوين العلاقات. لكن الأم طريقة الانفتاح، طريقة اجتماعيتها، طريقة لقائها مع الآخرين، الابتسامة بحب أو لا، هذا بيكون المبشر الأول لتكوين الصداقات عند الطفل. الأب ومدى انفتاحه، بنطلع ما بنطلع، انغلاق اللي نحن بنقعد جوات البيت. في بيئات كثير انه اسر ما بتحب تطلع، دائما منغلقه جوات البيت، وبتقول لك انه انا بامن البيئه الامنه لطفلي، وخاصه نحن هلا بوقت الكورونا عندنا خوف وقلق كثير، فصاير الاهالي هلا الامهات خوفها وقلقها، عم تعمل بيئه الامنه جوات البيت، بتقول لك انا عنده المرجوحه، عنده زحلتها، عنده كل شيء، عنده الرمل، عنده كل الاشياء، لكن ما عنده الصديق، ما عنده الرفيق اللي يتشارك هو وياه ويتقاسموا اللعبه ويتقاسموا اللحظات الحلوه، ما عنده الرفيق اللي يتزاعل هو وياه. فهون بنرجع للبيئه الاساسيه اللي بتحط الخطه انه انا بدي اكون علاقات ضمن بيئتي اللي انا ضمن ظروفي اللي انا بفرضها. نعم ريما، يعني عم نحكي عن موضوع هلا يمكن الامهات كثير عم بيعانوا منه، خاصه في صيف ما كثير، حتى لو طلعوهم ساعه للاولاد مع اهلهم ما كثير بينبسطوا مثل ما انه يلعب مع رفيق بتشاركوا في نفس الاهتمامات، قريبين من العمر، مو اي ولد بيتفق مع ولد ثاني، احيانا بصير في عداوه. فخبرينا اليوم قد ايه مهم اليوم اختيار فعلا هيك مثل ما بيقولوا قرين صديق للطفل، وخاصه بهذا الوقت يعني في ضغوط. هلا بنحكي عن الضغوط، تفريغ الوقت مع صديق تشارك معه اللعب، الاهتمامات بياثر فيه كمان ايجابا. اكيد هون بدنا نشوف الميول اللي عند الطفل، هو شو بيحب. ممكن الروضه تامن هذا الشيء. اكيد اكيد بتامن هذا الجو، لكن نحن حتى بالروضه بيكون في مراقبه ومتابعه مع الاهل، لانه نحن حتى بالروضه او حتى بالمراحل الابتدائيه لو حكينا عن اعمار اكبر، كمان هون الطفل بيكون عنده شيء من الانطوائيه، شيء من الانغلاق على ذاته، ما عنده هالشجاعه او قوه الشخصيه مثل ما نحن بنحكي لحتى يمارس اللعبه او انه يفرض رايه او يكون هو قائد فريق. هون بتيجي مهمه الروضه بتوزيع المهام. نحن وقت بنعمل لعبه، اللعب الجماعي جدا مهم وضروري لتكوين العلاقات وتكوين الصداقات، بس بتلاقي في اطفال بميلوا من طفل معين، يعني طفلين بتلاقيهم عم يتشاركوا نفس اللعبه، بجوز يكونوا قاعدين بنفس المكان وعم يلعبوا بالمكعبات لكن دايرين ظهرهم على بعض، لكن هن بيتشاركوا بنفس الاهتمام، بنفس الالعاب، عندهم ميول اتجاهها. في اطفال بتحب تاكل نفس نوعيه الطعام، فلما بيفتحوا السندويشي انت جايب هاي السندويشي وانا جايب هاي السندويشي،
هون بتبلش حسب لغة الطفل يعني بشكل بسيط ببلش تكوين علاقات وببلشوا يحكوا مع بعض. وأنا حكيت بحلقات سابقة لما وقف الدوام بوقت الكورونا كيف صار نتواصل نحن ولعبنا دور عن طريق الواتساب ونخلي الأطفال يبعثوا مسجات ورسائل لبعض يصبحوا على بعض يصوروا لنا إياهم بالبيت فيديو كيف عم يلعبوا رياضة ونبعثهم لرفقاتهم. هون التواصل بيصير وبيصير في علاقات. الأم بتلعب دور كتير كبير فيها أنه هي تتواصل مع الأم الثانية تتواصل حتى إذا لقت في شيء معين مثلا أنه عم يتمارس على الطفل أو ابنه عم يجي متضايق أو هيك لا مانع أنا كأم اتواصل مع أم الطفل الآخر لشوف وين المشكلة وادفع ابني طبعا تشجيعه لتكوين العلاقات مو فرضة. لازم نميز بين التنتين لأنه نحن في عنا مشكلة الأب أو الأم بيفرض هذا لا ما حبيته. هلا لاحظي مثلا انت ممكن تقولي لي انه بفوت لعنا جارنا او بفوت لعنا صديق بتلاقي الطفل ما بيلهفله يا ترى ابني خجول يا ترى عنده انطوائيه. لا انت بتكوني بالصدفه حاكي قدامه ايه ما بحبه تماما معبره عن شيء تجاه هذا الشخص. فالطفل انت مرايته يعني انت اللي بتوجهي فهوني لحاله راسا بيروح من دون ما يعطي فرصه لهذا الشخص بيبتعد عنه. نعم كثير بنشوف من الاطفال هن بالبيت شيء وبرات البيت شيء وقدام الاهل شيء وبعيدا عن الاهل شيء ثاني. خلينا نحكي كثر الضغوطات يمكن او كثر الاراء يلي بيفرضوها الاهل مثل ما ذكرتي هي شوي هي كثير بتاثر على المشكله عندنا بالاهالي مشكله الاهالي وطريقه فرضهم لطريقه تعامل طفلهم. مثل ما قلت لك مثلا انه انا ماني مضطره ابني يروح للروضه لا انا بعمل له هي البيئه الامنه عندي انا ما بدي يحكي مع هذا الطفل ليش خليته ياخذ هذا المكعب منك. الام راسا بيروح عندهم قلق شديد الاب والام تجاه ضعف شخصيه الطفل فهون بيكونوا بعدونا عن مسار الاجتماعي بعدونا عن مسار التفاعل بينه وبين طفل اخر. إنه خلينا ريما نحكي يعني لما بتصير هي حاله الاندماج هو الاحسن انه يندمج مع اطفال غريبين او يندمج مع تكوين العلاقات. اطفال هن قرايبينهم انه مثلا يروح زياره عن بيت تمام هي بدايه العلاقات بتتكون عن طريق الاقارب عن طريق الاقران القريبين جدا يعني اقارب او جيران. اما انا بالنسبه لي لا انا بحبس تكوين العلاقات الخارجية تكوين أطفال خارجيين من بيئات مختلفة لحتى تتنوع العلاقات بينه بالطفل يميز. ممكن أنا أدمج طفل خجول مع أطفال عندهم قوة شخصية فهوني أنا هو بيكتسب منهم المهارات الجيدة بيكتسب منهم قوة الشخصية اعتماد على ذاته. أما أنا أدمجه ضمن محيط القرايبين لاحظي انه نحن ممكن لا القرايبين ما بيكونوا بنفس الاعمار فممكن يكون في تفاوت عندي بالنسبه للعمر حتى بالنسبه للاهتمامات. فانا لا ادمجوا مع علاقات ادمجوا مع اطفال من بيئات مختلفه ليكتسب خبرات اكثر واتركه يعتمد على ذاته. انا دائما مشكلتي مع الاهالي وهلا لنا يومين عم نواجه مشكله مع احد الاطفال انه اترك الطفل يتصرف مثل ما بده. يعني انا وجهت هلا اكيد الاب مثل كل مره انا بوجه له رساله نزيل عن كتافي انه خلص اتركني اوقع واستمتع بوقعتي اتركني اتشارك انا ورفيقي بهي اللعبه لا تلعب انت وياه هيك حبيبي اعطي اللعبه ل دائما بتحبي لابنك كل شيء مميز او المس اذا حكيته كلمه او وجهت له ملاحظه لا تحكوا معه انتوا حكيت انت قلتي له لابني لانه الطفل طبيعي بيرجع على البيت بيحكي تفاصيل كتير. تركيني أنا أتعامل مع هذا الطفل ضمن البيئة المفروضة علي بيئة الروضة. المعاناة اللي نحن منعانيها أنه الأهالي للأسف ما عم بيميزوا بين بيئة البيت وبيئة المدرسة. بيئة المدرسة نحن موجود عندنا أكثر من طفل يعني ممكن يتواجد بالصف حتى بالبيئة الابتدائية بتعرفي أكثر من 25 طفل بيكون ضمن الصف. أكيد المس ما لح ترضى تقول أنه هذا أنت إيه وأنت لا اكيد بده يكون اللعب جماعي وفي معادله يعني بدنا نحققها. فانا بالبيت مثلا بتلاقي الصغير بده ياخذ لعبه من الاكبر انا راسا بقول له لاخوه الاكبر يلا معلش اعطيها لاخوك يلا. حتى وقت ملعب لعبه الفوز والخساره بتلاقي دائما منفوز الطفل اما بالمدرسه مو موجود هذا الشيء. فالطفل بالمدرسه بيتعرض للخساره بيتعرض للربح بيتعرض حتى في شغلي انه بدي
نوه عليها ممكن تعرض الطفل للتنمر خلال بالمدرسة، فهذا بيؤدي للانعزال الاجتماعي، بيبتعد. وهون نحن في بيجينا الطفل بحالات، ممكن بيجي الطفل انه تدني دراسيا، ممكن يجي الطفل مو اكل اكلاته كلها، ممكن عنده كسرة بكاء، شكوى من الالم، ما بده يروح لهذا المكان. فانا هون بدور على الاسباب. ممكن اما الام بتقول انه عنده مشكلة دراسية، عنده لا، عنده خوف من انه يدخل ضمن هي البيئة، ما انه قادر يقود فريق، ما حدا عم بيشجعه مثلا لحتى يكمل اللعبة. ممكن انا عم وجه له كلمات انه ليك رفيقك خلص، انت لهلا ما خلصتها. دائما نحن بنطلب من المس انه تراعي هي الاشياء بكلامه مع الطفل لحتى نعطيه قوة شخصية. ريما، طيب امتى فيها الام تهيئ طفلها لينزل يلعب بالشارع؟ هذا السؤال اللي دائما بتسأله وبتخاف عليه، لانه يا ريت في بالشارع مثل ايام زمان، مثل ايام زمان، بس انه دائما في خوف او انه بدها تضل مراقبته يعني من طريقة معينة، وهذا المكان اللي كان يجمعنا نحن وصغار هلا في اختلاف يعني اختلفت الزمن واختلفت البيئات. خبرينا امتى فيها تخليه يخوض هي التجربه؟ هلا انا للامانه ضد هي التجربه، يعني انا بالنسبه لي بس كأم، انت كنتي تحبي انت اكيد صغيره. هلا حكيتي لي انت قلتي ايام لعبنا ايام زمان كان مختلف الموضوع. هلا بالنسبه للشارع ما هو بيئه امنه، مو بسبب وجود اكثر من بيئه او مثلا اطفال متعددين من جهات مختلفه، لا انا ما هون، انا اصلا انه الضوضاء الموجوده بالشارع، السيارات، ما انا بيئه امنه. اما ممكن نحن نغير محور السؤال ونقول مو الشارع، نقول الملعب مثلا اللي بيكون اقرب الى المنزل كبيئه امنه. هون انا مثلا بحب بس دائما وقت الطفل بده يروح بعمر 3 سنوات يكون الاب معه دائما، الاب هو الذي بنقول نحن عمود البيت، هو اللي ركيزي لكل شيء انت بتشتغلي وبتتعبي وبتعملي عليه، الاب اخر شيء هو اللي بيركزه وبيوثقه. فمثلا انا كثير بحب انه يروح مع والده وهون بيكون في امان اكثر، نلعب بالطابه يوم الجمعه يوم السبت، كثير شغله مهمه، نروح نجمع الاطفال الموجودين اللي يعني عم ينزلوا يلعبوا بالشارع، بس نحن ككبار نسعى ونامن لهم بيئه امنه اكثر. صحيح. لما بننزل لتحت الام اكيد اضطرينا ونزلنا للشارع ما رح نلاقي بيئه امنه، مثلا الملعب قريب، مضطره انه شفتي بيوتنا كيف خنقه، وهلا هالمشكله الشوب وهالقصص، لا انه ينزل بس ضمن مراقبه وقت محدد. ممنوع انا انسى ابني ساعه وساعتين وثلاثه، هذا خطا. الطفل ممكن يوقف على البرنده ويراقب الاطفال الباقيين اللي عم يلعبوا، ممكن يقول لك انه طيب ليش هو تحت وانا لا، حقي له هالرغبه بس ضمن شروط معينه انت حاططي له وقطري له اياها. نعم. ممنوع ينزل ويقعد وقت طويل تحت، ربع ساعه شفته طلع نلعب. اللعب جدا جدا مهم لانخراط الطفل ويصير عنده علاقات اجتماعيه. بس وقت الظهر يا ريت يعملوا قيلوله مع اهاليهم وما يسمعونا وما يخلونا. هلا هي هي المشكله كمان انه نحن عندنا اطفال مجبرين انه نحن ننامهم الظهر لحتى نحن بنرجع من الشغل بنكون متعبين. تركي الطفل على راحته واعطيه الحريه الكامله لحتى يتقن. غلط طول الليل يعني على ايه. طيب ليش نحن نضل فايقين طول الليل؟ عندنا مشكله اخرى نحن نحكي فيها وهي مهمه وكل لقاء بنحكي فيه، الاجهزه الالكترونيه، الموبايل والايباد. انا عم بترك ابني عم يتعلم ثقافات مختلفه عن ثقافاتي، عم بيتعلم علاقات اخرى مختلفه عن هون، العاب مختلفه موجوده هلا ما بعرف درج اليوتيوبرز والقصص، بتلاقيهم حتى البيئه اللي عم بيصوروا لنا اياها البيئه الخارجيه مختلفه عن بيئاتنا. فهون الطفل عم بيبطل ينخرط باللعب، عم بيبطل يطلع يلعب مع اقرانه، حتى بتناديله انه اجوا اولاد الجيران من عمرك تعال، لا هو لافت له نظره اللي عم يشوفه على الايباد اللي عم بيحرك، اللي هو انه ساكن ما عم يتحرك لكن في شيء عم بيشوفه. فهي النقطه كمان بدنا نراقبها اذا ما نضمن نحن علاقات اجتماعيه للطفل. نعم. ريما نحن كثير بدنا نتشكرك ونتمنى هيك تربيه صالحه لكل الابناء، وما بدنا نخلي الاهل كمان ينسوا مراجعه اي اخصائيه نفسيه او مرشده اجتماعيه نفسيه للاطفال اذا شافوا اي سلوك خاطئ. اكيد انا بطلب هذا الموضوع دائما من الاهالي، في بس هي ملاحظه نركز عليها انه لما بنلاحظ مشكله عند الطفل ما فورا يروح فكرنا لموضوع شيء اسمه توحد او
لانه انطوائيه او شغلات تكون كبيره. التوحد مختلف تماما عن الانعزال الاجتماعي، لانه هي المشكله اللي عم عانيها بالروضه، انه ابني معه فورا معه توحد، لا ابنك معه انعزال اجتماعي، ما في تواصل اجتماعي معه، ما عم نعرف نحكي معه بالطريقه الصح، وما عم نعرف نتعامل معه بالطريقه الصح، وما عم نعرف نخليه يساوي المهام على اكمل وجه. نعم. شكرا لكم ويسعد صباحكم. شكرا لك، واكيد دائما الاولاد بدهم وقت خاص لهم لنشاركهم حتى اهتماماتهم وننمي لهم قدراتهم. شكرا لك ريما، كنتي معنا بعديد من المعلومات. شكرا.